ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ ويا رب تكونوا بخير. النهارده يعني هعمل لكم حاجه كده بمناسبه اليوم اللي احنا فيه. طبعا كل سنه وانتم طيبين، وكل سنه وانتم في حب، ويا رب يديم الحب ما بينكم كلكم. انا هعمل تورته، تورته الفالنتاين، ويا رب تعجبكم. اول حاجه انا هعمل الصوص الشوكولاته الاول. بصي المقادير بتبقى كلها قد بعض، يعني هي نفس الكوبايه، كوبايه لبن وكوبايه كاكاو وكوبايه سكر عشان تطلع معانا مظبوطه. بعد كده انا هحط ايه، كوبايه اللبن الاول، بعد كده كوبايه السكر، وبعد كده كوبايه الكاكاو. اخلط كل ده في بعضه، بس كفايه كده. في الاول انا هاخد نص الكميه دي عشان بعد كده هحطها على الشوكولاته. احط حبه تاني. بصوا المنظره عامل ازاي، فحلوه جدا. احط بقى اللي انا عملته ده في الثلاجه لحد ما هخلص الكيكه كلها، وبعدين ابقى اطلع. تمام. وبعد كده هحط البيض. انا هعملها بخمس بيضات عشان يعني تعلى او تنفش معايا جامد. تمام. بس وهحط بعد كده نص كوبايه زيت، يعني البيض هيخليها تنفش، وهحط نص كوبايه زيت. بعد كده هكسره احطه. واحدة فانيليا، وهضربهم تاني مع بعض. المشكلة بس ان انا قصيرة على الخلاط. ما الدقيق، وهحط له البيكنج باودر اهو. كده فين ال، واقلبهم على بعض. ما بحبش استخدم المضرب، بستسهل ايديا. وبعدين احط ده. وبعد كده بقى هعملهم مع بعض، هقلب واقلب. هو بعد كده بقى خلاص انا كده قلبتها. بس من هنا بقى بجيب حبه دقيق في الصينيه، بعملها كده عشان اما اجي اقلبها تتقلب معايا بسهوله. اي نعم هي صينيه سيراميك، لكن برضو عشان ايه ما تلزقش يعني. بس وهعمل كده، وبعدين هفضي اللي هو ايه العجينه دي فيها. وهرمي بقى الباقي شويه، دول هنفضهم وارميهم كده وخلاص، هرميهم وبعد كده هفضي. بس وبعد كده انا فردتها كده وهحطها في الفرن تلت ساعه. يعني انا بعملها تلت ساعه، وبعمل الدرجه بتاعتها على 200 او 180، وما بتاخدش معايا. انا بعرف ان هي اتعملت ازاي، يعني ممكن يكون ما بعملهاش بوقت، بس بعرف ان هي اتعملت ازاي. بجيب السكينه وبطلعها، لو طلعت ما فيهاش حاجه خلاص بعرف ان هي كده خلاص خلصت، وبيبقى شكلها كمان باين. بس فانا هحطها في الفرن وعلى تلت ساعه كده هطلعها. بحط بقى الشوكولاته، شايفينها تقيله كده ازاي، طعمها حلوه جدا. خلينا الاول نعمل دول، بعد كده نبقى نكمل.
انا حطيتها في التلاجة لحد ما هي الكيكة نفسها بردت، وبعد كده بعملها بحط عليها بقى، او بقى يعني بقلبها الاول وبعد كده ايه بحطها. يا متهيألي مش هتقعد شوكولاتة كده تاني كده كتير اصلا. بس وانا عملت كده يعني خليت الشوكولاتة كلها تشربها، هي الصينية دي من تحت عميقة فبلع البتاع تحت، وزي ما انتوا شايفين كيس عاملينها كيس عشان المكنة او اللي هو الجهاز ده بينزلها تخينة، وانا مش عايزاها تبقى تخينة، عايزة اكتب تبقى بخط رفيع يعني. وده اللي هو البرشاي شكون. بصوا الدقيق بيخليها ما تلزقش، والله مش السيراميك، حتى لما بعملها في الصينيه الالومنيا وبعملها بالدقيق برضو ما بتلزقش. ماشي، فانا بقى هخرم خرم صغنطوط هنا اهو كده، وبعد كده هرسم. تن تن تن، فستان العروسه جه. ما اعرفش طلعت معايا كده. بصوا يا جماعه والله العظيم انا رسمه الرسمه بقلم جاف على اساس ان انا كنت عايزه دي، طبعا ضفري كده من الشوكولاته عشان ما تقولوش ان انا ضفري مش حلو. طلعت كده فستان عروسة صح ولا انا متهيألي؟ والله حاساها فستان عروسة بس هي شغال يعني. طبعا انا اكتر حاجة مبسوطة منها ان الشوكولاتة فاضت، وانا يعني بحبها قوي. بصوا عمالة الحسها والله. يعني عارفة انا اصلي، بس عجبني الرسم، عجبني الفستان الملون ده والمنظر ده. هي الرسمة دي بتيجي كده ايه اللي هو فن، عشان تعرفوا بس ان انا فنانة تشكيلية. بس ف قولوا لي رأيكم، وانا بقى حبيت ان انا اقول لكم او اشارككم معايا فيها. بشكركم جدا، و خلاص بقى خلاص هناكل بقى. طبعا ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. انا بشكركم جدا، باي.